وفي ولاية باتنا أودع مواطنون شكوى لدى النائب العام ضد سعيد بوتفليقه بتهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية. المواطنون خرجوا في مسيرات امتدت من وسط المدينة إلى مقر المجلس القضائي والتقوا بالنائب العام وأودعوا شكوى رسمية. احنا اليوم المسيرة نتاعنا كانت مخصصة للمجلس القضاء، وأول شكوى في الجزائر اللي شكينا بها بسعيد بوتفليقه انتحال شخصي، انتحال احنا شكينا للنائب العام بالسعيد بوتفليقه انتحال شخصيه الرئيس. والرساله اللي نمدوها للسعيد نمدوها له هو، واش نقول له؟ يا السعيد، الجزائر راهي جمهوريه ماهيش مملكه. احنا اليوم انا قابلنا السيد النائب العام وطلبنا منه، انا شخصيا طلبت منه نقطه واحده، وهو التنسيق مع بنك العداله تاعنا الموقره، باسكو العداله هي العمود الفقري تاع الدوله، وهي المخرج والمنفذ الوحيد بالتنسيق مع الجيش الشعبي الوطني. التحرك العجلي اصدار مذكرات توقيف في حق هذ المفسدين. احنا رانا اليوم تقدمنا بشكوى ضد السعيد بوتفليقه. السعيد بوتفليقه هذا اللي هو كيما يقول لك راهو منضوي تحت رايه العصابه، واللي يقود في البلد باكمله.